نروح لسؤالنا الثالث، لماذا تم اختيار موضوع التغير المناخي وتلوث الهواء لبرنامج منافع 2022؟ يا ترى هل هناك شروط جديدة للمشاركة في هذا البرنامج لهذا العام، والأفكار اللي راح يركز عليها والأهداف أيضا المتوقعة من هذا البرنامج؟ طبعا أنا بطرح كل الأسئلة على مدير عام الشؤون البيئية بالندب في هيئة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكلباني. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أختي خلود، ومساء الخير جميعا للأخوة والأخوات المستمعين هذا البرنامج العام والمفيد أيضا والحيوي حقيقة، ويركز على مختلف المواضيع ذات العلاقة، وشكرا أيضا على تشارككم معنا هذا الموضوع. الله يحفظك، شكرا جزيلا على كلامك الطيب. دكتور خليني أبتدي معك بالحديث عن برنامج منافع. طبعا برنامج منافع يمكن نحن حتى في برنامج كل الأسئلة دائما ما نتحدث عنه. اليوم الموضوع اللي طبعا نتكلم عن تنظيمه للسنة الخامسة على التوالي، تم التركيز على موضوع التغير المناخي وتلوث الهواء. بالضبط لماذا تم التركيز على هذا الموضوع في هذه النسخة؟ نعم، هو حقيقة يعني لو الرجوع إلى مختلف طبعا النسخ الماضية، طبعا هذه النسخة الخامسة مثل ما أسلفتي سادة خلود، وهذا الموضوع حقيقة يعني كمنافع تعتبر المبادرات حقيقة الهامة البيئية، وحقيقة تشتغل فيها طبعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة طبعا في مركز عمان الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية. وهذا العام حقيقة يعني تم إطلاق برنامج منافع حقيقة يعني يتخللوا إيكوثون الشباب اللي راح ينظم حقيقة عن طريق أو من ضمن فعاليات مؤتمر عمان للاستدامة البيئية، واللي راح يكون حقيقة في مطلع العام القادم 2023. ولكن طبعا بدأ التحضير في موضوع إيكوثون الشباب يكون يعني كمنصة من ضمن مبادرة منافع، والتركيز حقيقة في هذا النسخة حول موضوع جودة الهواء وتغير المناخ. طبعا الكل يعرف والكل يشهد حقيقة ما يجري حول العالم من ارتفاع كثير من في ارتفاع درجات الحرارة، وطبعا طبعا هذا ما يصاحبه أيضا مختلف التغيرات طبعا في اللي هي الحالات الطبيعية في جفاف الأنهار، وأيضا في الحرائق الحقيقة اللي شهدتها مختلف دول العالم. والنتيجة هذا طبعا يديك ارتفاع في درجات الحرارة، وبالتالي أيضا بالتزامن طبعا مع هذه الأحداث الدولية، وأيضا طبعا أيضا بأهمية أيضا أن يكون الموضوع أيضا لو يأخذ ابتكار وأيضا مختلف ابتكارات اللي تركز عليها منافع، احنا حاولنا أنه أيضا نشوف أيش الابتكارات وأيضا الأفكار اللي يمكن الشباب يطلعوا فيها في موضوع الحد من تلوث الهواء، وأيضا أيش اللي هي الابتكارات أو المشاريع غير التقليدية خلينا نقول في موضوع الحد من ملوثات الهواء بشكل رئيسي، وأيضا الحد من الغازات الاحتباس الحراري وايضا تاثيراتها طبعا على ارتفاع درجات الحراره. طيب جميل، يعني دكتور نحن نعرف ان هذا الموضوع مثل ما قلنا موضوع التغير المناخي هو ليس بموضوع جديد، لكن يمكن البعض ربط اختيار هذا الموضوع ببعض المظاهر اللي شفناها، المظاهر اللي اقول لك ممكن تكون جدا واضحه مثل ما شفناها في فرنسا، ارتفاع درجات الحراره في اوروبا. هل هذا الموضوع ذو صله مباشره بهذه التغييرات، ولا هذا الموضوع تم الاعداد له مسبقا دكتور؟ لا والله هو تم الاعداد حل الموضوع هذا مسبقا، لانه احنا من خلال حقيقه تجاربنا طبعا مع يعني النسخ الماضيه طبعا نستهدف احنا من خلال مبادره منافع انه في اشراك للشباب، واحنا نركز على فئات اللي هي الطلاب وطالبات في مختلف طبعا الكليات والجامعات الوطنيه في سلطنه عمان، بحيث انهم ايضا في عندهم تشارك في موضوع الجهود اللي تعمل فيها هيئة البيئة بالتنسيق طبعا مع الشركاء. وبالتالي حقيقة مثل ما أسلفت إيكوثون الشباب يأتي ضمن هذه السنة لمبادرة منافع في يعني من ضمن الفعاليات اللي هي المصاحبة لمؤتمر عمان للسلامة البيئية، والبدأ التحضير فيه حقيقة من أشهر طويلة. وبالتالي يعني تم الاختيار الموضوع حقيقة من فترة سابقة، ولكن طبعا تغير المناخ وأيضا ما يشهده العالم، وأيضا يعني التزايد أيضا في الأعاصير
حول العالم، يعني كل هذه شواهد على وجود فعلا التغيرات المناخية. وبالتالي يعني مع وجود الحين الحراك في مسألة يعني نشر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الأحداث برز الموضوع أكثر. نعم. وبالتالي يعني كان من أيضا الجدير إنه يتم التسليط عليه بصورة دقيقة، خاصة نحن نستهدف طبعا من هذا الوقت لأفكار مبتكرة من الشباب أنفسهم. نعم. في مسألة الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ. وكم عدد الأفكار اللي راح يتم دعمها في هذا البرنامج دكتور؟ هو حقيقة يتم إطلاق الإعلان عن البرنامج إيكوتون الشباب اللي هو من ضمن مثل ما أسست برنامج منافع في مطلع شهر يونيو الماضي. والإعلان هذا طبعا بدأ الحين التسجيل والتقدم حقيقة من مختلف مثل ما قلنا المشاركات متاحة لحد شهر سبتمبر. احنا طبعا نستهدف في الوصول إلى 5 أفكار مبتكرة فائزة من يعني من في موضوع تلوث الهواء أو جودة الهواء وتغير المناخ. طبعا المشاركات حقيقة اللي قاسين نرصدها في مشاركات كثيرة، ونتوقع راح تكون في مشاركات تزيد حقيقة عن 100 مشاركة لحد ما نوصل لشهر سبتمبر. ولكن الشيء الجيد في هذه الإيكوتون مثل ما قلنا هو احتضان حقيقة هذه المشاريع. هي مو فقط مجرد مسابقة وتنتهي، لا، هو عملية أيضا تطوير هذه الفكرة من خلال حقيقة. طبعا احنا اليوم كان في لقاء مفتوح، هذا من ضمن الخطة الإعلامية، كان لقاء مفتوح عبر طبعا المنصات مركز عمان الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، وطبعا بالتنسيق مع مختلف الجهات كهيئة بيئة، هي طبعا المنظمة هذا الموضوع بالتنسيق طبعا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والشركاء الآخرين. وبالتالي جاء عملية انه انه انه, إنه اليوم في بس اللقاء مفتوح، وايضا في اسئله يحب حد يشارك او يتكثر عن موضوع المبادره. وبالتالي حقيقه نطمح اليه في وقت لاحق انه يكون في احتضان لهذه. طيب يعني الفائزة. نعم. بحيث انها تكون ايضا بعد ذلك يتم دعمها حقيقه، وتم تخصيص حقيقه دعم مبلغ مساهمه ايضا من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطوير هذه الأفكار لاحقا. طيب كم، هل في عدد معين رح يتم احتضانه أو دعمه دكتور؟ بعدك ما جاوبتني على السؤال. نعم، هو رح يكون مثل ما أسلفت، رح يكون 5 مشاريع مبتكرة. طبعا هنا جميع المشاريع اللي رح تقدم رح تكون تخضع للتقييم، رح يكون في جلسة ورشة عمل أيضا خلال شهر أكتوبر. نعم. ورح ندعو حقيقة جميع المتقدمين عشان نعطيهم أيضا مزيد من المعلومات والتفصيل أكثر. طيب. في تطوير أفكارهم لحد ما نوصل إن شاء الله لشهر يناير، يكون عدد الأفكار تكون يعني تكون ناضجة بشكل. طيب. بشكل كبير. وبالتالي راح نحتضن بعد ذلك حقيقة 5 من الأفكار المبتكرة وغير التقليدية مرة ثانية نقول في هذا الموضوع اللي هو جولة الهواء والتغير المناخ. طيب أنا سؤالي الأخير دكتور، هل استجد جديد على الشروط للمشاركة في هذا البرنامج ولا هي نفسها كل سنة؟ لا، هي في حقيقة في شروط، يعني هي الشروط يمكن تكون عامة، ولكن احنا في هذه النسخة حاولنا حين يكون تركيزنا أكثر حول موضوع التنوع في المشاركين، يعني بحيث أنه يعني يكون من يعني إذا كان فكرة المشروع يتطلب مثلا على سبيل المثال تصميم مثلا بعض الأجهزة الذكية في حل مشكلة معينة متعلقة بانبعاثات جودة الهواء مثلا أو بالحد من الاحتباس الحراري. فبالتالي احنا ان التنوع مهم جدا، انه يكون في عندنا تنوع في المشاركين. طبعا يشترط انه يكون من 2 إلى 4 عدد المشاركين في كل فريق، وطبعا هذا يعني مهم جدا انه يكون عندنا مثل ما قلت في حد في التسويق او حد في عنده في تقنية المعلومات او حد عنده في البرمجة مثلا حسب طبعا فكرة المشروع نفسه، بحيث انه يكون الفكرة تتطور وايضا يكون فيها طبعا تشارك في وضع الابتكار نفسه، ويكون ايضا متكامل بحيث انه يغطي جميع الامور المتعلقة سواء كان من ناحية التصميم، من ناحية تكوين الفكرة، من ناحية أيضا تسويقها. نعم. وأيضا من ناحية أيضا بعد ذلك تصنيعها. إذا طبعا مثل ما قلنا هي مشاريع تطبيقية
واقعية أيضا، يعني يكون هذه من ضمن الاشتراطات اللي تم وضعها، بالإضافة طبعا إلى الاشتراطات العامة اللي هي تكون أيضا يكون المشروع المبتكر هذا غير طبعا مشارك في مسابقات سابقة أو حتى نسخ ماضية، وأيضا لا يجب أن يكون أيضا المشروع طبعا يخضع لأي حقوق ملكية فكرية. واضح، شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا في كل الأسئلة. شكرا لك نور، ومساء الخير للجميع. الله يمسيك بالخير والنور. شكرا لمدير عام الشؤون البيئية بالندب في هيئة البيئة الدكتور محمد بن سيف.